الحمد لله الذي أنعم علينا بالأمن والإيمان وفرض علينا الصوم في شهر رمضان لننال الرضوان والرضا من الله الملك الديان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب السماوات والأكوان العزيز الغفار المنان وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام العادلين وقدوة العاملين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن منة الله عليكم بهذا الدين وما تفضل عليكم به من العبادات ومواسم الخيرات شيء كثير قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أيها المسلمون إننا بين يدي موسم من مواسم الخير والبركة تفصلنا عنه تسع ليال معدودة اختصه الله بما شاء من فضله وكرمه فأنزل فيه خير كتبه على أفضل رسله فرض الله علينا صيامه وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه إنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران فيه ليلة هي خير من ألف شهر أيها المسلمون إن شهرا بهذه المثابة وموسما بهذه المهابة لجدير بأن يتسابق في استغلاله مبتغي الجنة وطلابها والراغبون في الحريات وخطابها إن سلفنا الصالح والتابعين عليهم جميعا رضوان الله كانوا يتفرغون في هذا الشهر العظيم للعبادة ويتقللون من أعمال الدنيا ويوفرون الوقت للجلوس في بيوت الله جل وعلا يقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا يحضرون المصاحف ويتدارسون كتاب الله في هذا الشهر الكريم فكانوا يحفظون أوقاتهم من الضياع وما كانوا يهملون أو يفرطون كما هو عليه الحال لدى كثير من الناس اليوم بل كانوا يحفظون أوقاتهم فالليل في القيام والنهار بالصيام وتلاوة القرآن وذكر الله وأعمال الخير فما كانوا يفرطون في دقيقة أو لحظة منه إلا ويقدمون عملا صالحا نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن الاقتداء بهم أيها المؤمنون الموحدون تأملوا وتذكروا فكم من أخ كريم وقريب حبيب كان معنا في رمضان الماضي يصوم ويقوم ولكنه الآن حبيس التراب قد فارق الأهل والأصحاب فمن يدري هل نحن نبلغ رمضان أم نودع الدنيا كما ودعها غيرنا قبل أن ندرك مقدم هذا الشهر العظيم أيها الأخوة إنه ينبغي علينا في استقبال هذا الضيف الكريم ومقدم هذا الشهر العظيم أمورا لا بد أن نفعلها حتى نفوز بما فيه من الجوائز وهي أمور قد حرص عليها سلفنا الصالح على رأسهم ومقدمهم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن أولى الأمور التي ينبغي أن يستقبل بها المسلم شهر رمضان فيما تبقى من هذه الأيام
الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضان، فإذا بلغت رمضان ورأيت هلاله قد هل فتقول كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني. ثاني هذه الأمور التي يستقبل بها ذلك الشهر العظيم وذلك الضيف الكريم الحمد والشكر على بلوغه، لأنها نعمة تتجدد، فحري بك أن تشكر المنعم ليزيدك ويحفظها لك. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثالثا الفرح والابتهاج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد وصححه الألباني. رابعا عقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة، فمن صدق الله صدقه الله وأعانه، وأعانه على الطاعة ويسر له سبل الخير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأضمر في نفسك النية الصادقة والعزيمة الماضية لاستغلال رمضان، وخطط من الآن، نعم من الآن، لكيفية استغلال هذا الشهر الكريم، حتى إذا دخلت أول ليلة تكون قد بدأت في خطتك. فإن التجار والشركات والحكومات وأعمال الذين لهم في أعمال التجارات لا يقدمون على موسم إلا ويخططون قبله بفترات كبيرة. ألا فإن رمضان موسم عظيم لجني الأرباح، إن الله جل وعلا في كل ليلة منه يعتق خلقا من خلقه لا يعلمهم إلا هو سبحانه، فهو موسم عظيم لا بد أن نخطط لحسن العمل فيه حتى نعتق فيه، وأن نعرض أنفسنا لرحمة الله جل وعلا في كل ليلة منه. خامسا من الأمور التي يستقبل بها هذا الضيف الكريم أن نتفقه ونتعلم أحكام رمضان، فإن هذا من العلم الواجب، والمؤمن يعبد الله على بصيرة، بعلم نافذ وبصيرة واضحة، فلا يعذر بجهل الفرائض التي فرضها الله على عباده، ومن ذلك صوم رمضان. فينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تتعلموا مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيء هذا الشهر، ليكون صومك صوما صحيحا موافقا لما يحب الله ويرضى. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني. سادسا علينا أن نستقبل ذلك الضيف العظيم بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والإقلاع عنها وعدم العودة إليها، فإن أعظم ما تستقبل به مواسم الخيرات حتى يوفقك الله لحسن العمل فيه أن تستقبله بتوبة صادقة عامة عن جميع الذنوب والمعاصي التي أنت مطبق عليها طوال العام. فرمضان شهر التوبة، فمن لم يتب فيه فقل لي بربك متى يتوب. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار في كل حين، فكيف برمضان؟ عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فأين نحن من هذه السنة النبوية؟ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. سابعا، الحرص التام على أداء الواجبات من المحافظة على الصلوات والتبكير للجمع والجماعات وأداء حقوق الأهل وحقوق الوظيفة والعمل والإكثار من نوافل الطاعات والذكر والصدقة وقراءة القرآن، فأكثر من ختمات القرآن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ومن الخطأ أن بعض الناس يختم القرآن مرة واحدة في أول الشهر ثم يكون ذلك آخر العهد بالقرآن، فهذا والله من الحرمان ومن تثبيط الشيطان، فاستعن بالله واختم المرة تلو المرة. وينبغي كذلك، وينبغي كذلك، والكلام موجه لرب الأسرة، أن يخطط لعمل درس تفسير مع أهله وأقاربه أو بعض أصحابه، فتقرؤون في التفاسير الموثوقة كتفسير الإمام السعدي أو التفسير الميسر أو ما شابهها ولو 10 آيات في كل ليلة، وبذلك تتابعون حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه جبريل كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. وكم من الناس لهم لقاءات ليلية في ليالي رمضان، فلو أن موفقا منهم اقترح عليهم درسا في التفسير فعملوا به لجرت حسناتهم إليهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قلت وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحي الذي لا يموت، تفرد بالكبرياء والعظمة والجبروت، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا لمقدم ذلك الضيف العظيم، فإنه ضيف لا يأتي في العام إلا مرة واحدة، فقد لا ندركه في العام القادم. فالله الله في حسن الاستقبال لذلك الضيف العزيز. ثامنا، مما يستقبل به هذا الشهر العظيم أن نستعد لتفطير الصائمين في المساجد والبيوت ولو قلت رواتبنا، فإنه عمل صالح يحبه الله ويرضاه، فمن فطر صائما فإنه حري به أن يحصل له من الأجر العظيم ما الله به عليم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني. فتأهب بتجهيز المكان في بيتك أو في مسجدك مع جماعة مسجدك، فإدخال السرور على الفقراء أو على الأصحاب ورواد المساجد من الأعمال المحبوبة إلى الله، بل إن مجالستك الفقراء والمساكين وخدمتهم من أنفع ما يكون لترقيق قلبك وإسالة دمعك وزيادة إيمانك. تاسعا، ومما ينبغي أن يستعد له في هذا الشهر الكريم وقبل مقدمه، وهذا خاصة للدعاة وطلبة العلم، أن يستعدوا للدعوة في رمضان، فإن قلوب الناس متعطشة والنفوس مقبلة. فذكر الناس بالله، وذكرهم بفضائل الصيام، وعلمهم الأحكام حتى لو لم تكن طالب علم، فيكفي فيك
أن تنقل المعلومة الموثوقة فإن لك أجر الداعي إلى الله. وأبشر بقوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أوجه الدعوة إلقاء الكلمات، وخاصة في الصلوات التي يجتمع فيها الناس، أو في دواوينهم، أو في مقار الأعمال حين وجود الاستراحات. فكم من الناس لا يحضرون الجماعات ولا يجتمعون مع الأهل والأقارب إلا في رمضان، فهي فرصة عظيمة لدعوتهم إلى الخير. فتجهز بإعداد الكلمات وحضرها، واجمع المقاطع وانشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل أن تنشر تأكد من صحتها، فإنك مساءل بين يدي الله عما ترسل وتقول إذا لم يكن موثوقا. عاشرا وأخيرا مما يستعد له في هذا الشهر الكريم، وهذا موجه لأئمة المساجد، أن يستعدوا ويجهزوا ما يقرؤونه على رواد مساجدهم من تعليم أحكام الصيام، ومن تفسير آيات القرآن، ومن بيان أحكامه ومقاصده، وعلاج بعض الأمراض الأخلاقية التي يعاني بها المجتمع. فإن رمضان موسم عظيم من مواسم الطاعات، فكم ممن انقلب حاله في رمضان فكان في قبله عاصيا مبعدا عن طريق الحق، فإذا دخل رمضان ووجد الناس يصلون وسمع المواعظ والكلمات لان قلبه واتجه إلى ربه، فهنيئا لمن كان سببا في هدايته. وأخيرا، فأكثروا من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص ويكثر أن يدعو منه: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهيئ لنا عبادة صالحة. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه، نبينا محمد بن عبد الله. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وأمهاتنا أمهات المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر يا رب أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو بلاد المسلمين أو المسلمين بسوء، فاجعل يا رب تدبيره تدميرا عليه، ورد كيده إلى نحره، وأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن كتبت له بلوغ رمضان، اللهم أعنا على حسن العبادة في رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اجعلنا فيه من المعتقين، اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم أعنا على حسن عبادتك في هذا الشهر الكريم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا في سوريا، هيئ لهم يا حي يا قيوم بطانة صالحة، اجمع كلمتهم على الحق. اللهم يا حي يا قيوم، اروي عطشانهم، أمن خائفهم، اللهم اكس عاريهم. يا ذا الجلال والإكرام، هيئ لهم من يعينهم على طاغيتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر أهل السنة في العراق، انصر إخواننا المسلمين في بورما، انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، انصر إخواننا في الصومال، هيئ لهم أمطارا تغيثهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هو وسائر إخوانه من ولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.